تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي يحبه كل اثنين، بداية يوم جميل، وإن شاء الله كان أمس بداية أسبوع جميل ننجز فيه ونتجه في أعمالنا بطاقة إيجابية وروح عالية لخدمة هذا الوطن، وطن الإمارات. الله يديم الأمن والأمان علينا جميعا. أمس متأكد الجميع احتفل بيوم العلم، رفعنا العلم عاليا ليبقى شامخا. هذا برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، بنكون معاكم إن شاء الله على مدى تقريبا ساعة على الهواء، ندردش معاكم، نطرح عليكم بعض المواضيع الطبية، جديد السوشيال ميديا، نذكركم بعض الأمور المهمة، ناخذ اقتراحاتكم، آراءكم، ملاحظاتكم، شكاويكم، كل شيء تحسون إذا أنتوا شاركتوا معنا ممكن يسهم في تحسين الخدمات الصحية في دبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام. معايا اليوم في الإخراج أبو نوح أيمن سرحيل، يا صباح الورد، ومعايا اليوم في التنسيق نجاة سويدي، صباح الورد يا نجاة. في البداية قبل ما نشغل بالبرنامج وفقرات البرنامج أحب أذكركم بكم من شغلة. أول شغلة يا جماعة لا تنسون الحين موسم الإنفلونزا، بالتالي تطعيم الإنفلونزا موجود، توجهوا للعيادات وخذوا تطعيم الإنفلونزا. إحنا حاليا عندنا في هيئة الصحة بدبي عندنا حملة مكثفة لتطعيم جميع الموظفين. لو التطعيم ما كان مهم كان ما قالوا كل الموظفين يطعمون وبالمجان، معناه حتى الموظف الغير مواطن ما يتحمل مبلغ التأمين، لأن دراسات أثبتت أن أخذ تطعيم الإنفلونزا يقلل حدة أعراض الإنفلونزا. في وايد ناس الحين هذه السنة مع الإنفلونزا، دورة الإنفلونزا الجديدة، كثير من الناس حتى دخلوا المستشفيات بسبب الإنفلونزا، بسبب الإنفلونزا الحادة. قبل يومين كنت أتكلم مع ربيعاتي، فواحدة منهم قالت لي لأن ده ما بعطي عيالي التطعيم، يضعف مناعتهم، ما تعرفين شو فيه. انطمنكم، التطعيم ما يضعف مناعة حد، لا طفل ولا كبير. التطعيم مو مثل المضاد الحيوي، المضاد الحيوي مثل يقول يضعف مناعة الجسم عشان هو يشتغل ويكافح المرض، لكن التطعيم عبارة عن أجزاء من الفيروس يأخذونها ويحورونها بطريقة معينة وتدخل الجسم عشان الجهاز المناعي يتعرف عليها ويكون أجسام مضادة تسهم في تقليل حدة الإصابة بمرض الإنفلونزا. ورد أشدد وأقول تقلل حدة الإصابة. ما ربح حد باكر يقول والله دكتور أنا أخذت التطعيم وياني المرض 3 مرات، طبيعي بيك الزكام، لكن ما رح يتحول إلى الإنفلونزا الشديدة الحادة بالحرارة العالية، لا سمح الله التهابات فرئة وغيرها وغيرها من مضاعفات الإنفلونزا. فهو حقيقة استثمار في الصحة. أنا عن نفسي اليوم الحملة في عيادتي موجودة، بس أنا آثرت أني ما أخذها اليوم لسبب أن أنا بودي عيالي وأنا أخذ معاهم، فأكون أنا أفضل مثال لهم أن أنا رح أروح مع بعض وأنا رح أخذ الإبرة أولا وأشرح لهم شو هذا التطعيم، أنا ليش رح أخذ إبرة وليش هم رح يأخذوها الإبرة، عشان لما يردون المدرسة يشرحون حق زملائهم أن هم أخذوا تطعيم الإنفلونزا عشان تقلل حدة الإصابة عندهم بالإنفلونزا، لا سمح الله ما يضطرون يدخل المستشفى تيهم مضاعفات، بالتالي ننشر الوعي. فخلينا كنا نكون مثال يحتذى به العيان. روحوا كلكم، وأذكركم خذوا موعد مهم جدا، قطاع الرعاية الصحية الأولية طبق نظام المواعيد في عيادة طب الأسرة، اتصلوا على 800-342 خذوا موعد لتطعيم الإنفلونزا لتقليل زمن الانتظار عليكم. خذوا موعد، روحوا أنتوا عيالكم خذوا التطعيم عشان نقلل حدة الإصابة ونستمتع بصحتنا فترة أطول.
وننتقل إلى من الصحة إلى موضوع الرياضة، وطبعا الصحة والرياضة يعني يمشون مع بعض جنبا إلى جنب. طبعا دبي وأتوقع الإمارات كلها مشغولين بتحدي 30 باي 30، دبي فتنس تشالنج والرياضة والصحة، وإحنا فئة الصحة دائما نتكلم عن الرياضة إن هي جزء أساسي للحصول وللمحافظة على صحة أفضل. إحنا هالفترة طبعا كل هيئة عندها بعض الأنشطة الرياضية اللي تسويها للموظفين لتحفيزهم على إدخال نظام رياضي في نظامهم اليومي، وإحنا طبعا من أوائل الناس اللي نسوي هالشيء. عندنا من ضمن الأنشطة الرياضية المتنوعة في الهيئة عندنا حصص لليوغا، وأنا حبيت أتكلم عن اليوغا. ليش بقولكم؟ أنا واحدة كده أحس اليوغا تمرين سهل، يعني أذكر مرة قلت حق دكتورة منال تريم، قالت لي كانت تقول بسوي يوغا للستاف وشي، قلت دكتورة منال اليوغا وايد ريلاكسينج، قالت لي لا ندى مو ريلاكسينج، بالعكس اليوغا وايد صعبة. أنا صراحة ما اقتنعت وايد. اليوم أول مرة أحضر كلاس يوغا، فعلا يوغا مو سهلة، ممكن تعرقين فيه أكثر من الرياضة العادية. يعتمد على شد العضلات، يحرك كل العضلات ويشدها ويعزز المرونة، زائد يساعد في صفاء المخ. أنا طلعت من الحصة، حصة الرياضة هاي اليوغا مع أنها كانت 30 دقيقة فقط، والله أحس أن مخي صافي، أحس أفكاري ترتبت أكثر، صار ذهني أكثر صفاء، أقدر أو أفكر بوضوح أكثر، وهذه من حصة واحدة. فتخيل لو أخذت أكثر من حصة شو بيكون وضعي. حتى الموظفين اللي حضروا معي اليوم اليوغا كانوا مستانسين جدا وقالوا دكتور أنه بنعيدها مرة ثانية. فهذه نصيحة للي ما جرب اليوغا، خلي يصير يجربها لأنه فعلا شيء جميل. ونحفز الجميع طبعا أن الحين بين الجو حلو والممشى ما شاء الله موجود، خذوا عياكم على المغرب، سيروا تمشوا في الممشى، أهم شيء طبعا نلبس تكرمون جوتي رياضة لبس مناسب، وسيروا تمشوا في الممشى على البحر على قناة دبي، غيروا جو وسعوا صدركم وحركوا ريولكم عشان نحافظ على صحة أفضل، وعيالنا يحسون أن التمشي وهذا يسمونك بيكون كواليتي تايم مع عيالنا. ليش؟ بعيد عن الأجهزة ودبدبات الأجهزة في البيت، في الهواء الطلق نمشي معاهم نسولف معاهم، هذا بيكون quality time أو وقت للجودة لنقضي مع عيالنا. نص ساعة شي قبل ما يأذن المغرب الجو يكون لطيف، الشمس شوية هدت، نتمشى مع عيالنا نسوي رياضة ونسولف، يكون يساعد على تعزيز العلاقات الأسرية. أنا وايد سولفت، شكلي ما بعطي ضيوف اليوم وقت لهم يسولفون. أسمى عندنا جاهزة؟ أسمى صباحك وردي. أسمى صباحكم نور دكتورة، عليك وعلى كل المستمعين. عليك حبيبتي، تفضلي يا أسماء. دام قلتي هواء الطلق طلعت من مكتبي أمشي لي ما وصل الهواء الطلق. أها بالتأثير بدأ من الحين، أشكرك يا أسماء، شكرا. عشان أطقم مع الموضوع. مع الموضوع مع نفس الثيم. المخرج بيطلع بعد الحين يا أسماء، المخرج هددني قال دكتورة قلتي هواء الطلق، أنا شم قاعدني في الاستوديو من الصبح، أنا بعد أطلع برا. كنا طلعنا على سمعوا صوت الهواء وشي، والجو اليوم حلو الصراحة. صحيح الجو صحيح، الجو لغلطة. قولي يا اسمع شو جديد السوشيال ميديا؟ بس نحن نحب ندعوكم إن شاء الله باكر نحن منكم مشاركين، وهالنشرة نحن حطيناها وحطينا تفاصيل المنصة مشاركين في معرض إكسبو لأصحاب الهمم. في المعرض بنعرض يعني كثير من الخدمات اللي نحن نقدمها لأصحاب الهمم، لكن نحن بنحط أبرز وأجدد الأشياء اللي نحن تم تطبيقها في هيئة الصحة في منصتنا اللي بتكون موجودة. وطبعا في المعرض مو بس هيئة الصحة، كل الجهات والجهات المشاركة اللي عندهم خدمات، طبعا خدمات أصحابها موجودة في كل مكان، لكن شو هي الخدمات؟ أحيانا الخدمات موجودة لكن نحن ما نعرف عنها. فذا الدعوة مفتوحة في مركز البيت التجاري العالمي في قاعة 6 و7. قاعة 6 و7 باكر؟ هي باكر إن شاء الله تاريخ 5 من الساعة 10 الصبح لين الساعة 6 المساء. فالدعوة مفتوحة، ندعوهم أن يتعرفون على كل الخدمات اللي تقدمها سواء الجهات الحكومية أو الخدمات الموجودة في الدولة أو في الإمارة. بتكون إن شاء الله في معرض من 5 لين 7 نوفمبر، وفي قاعة 6 و7 في المركز التجاري. ممتاز ممتاز. أيضا بعد من ضمن الأشياء نحب نحب نقولها اللي هي نصيحتنا اليومية في تحدي دبي للياقة، ونصيحة اليوم تقول هل تعلم بأن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام يقلل من فرص الإصابة بسرطان الثدي 40%. في أشخاص دكتور دائما بيقول نحن نسوي كل شيء ونمط حياتنا صحي، لكن الأشياء هاي كلها تقلل من خطورة الإصابة، تزيد من الوقاية. لكن في النهاية رب العالمين ذا يعني كاتب الإنسان يمرض بيمرض، لكن
الأشياء هاي تقلل من الخطورة. إذا عند الواحد مثلا تاريخ أسري بيقلل نسبة الإصابة، سرعة الإصابة، أو حتى لما الإنسان بيمرض قدرته على التشافي. صحيح يعني صحيح الرياضة والصحة البدنية والصحة والنمط الحياة الصحي صحيح يساعده حتى في أنه يتخطى الأمراض كلها. بالضبط صحيح أسماء. ونختمها برسالتنا الصباحية، وهي تقول رسالتنا كالتالي. تقول رسالتنا اليوم: احرص ان تكون مبتسما دائما في عملك. يا سلام. لان الدكتوره دائما الابتسامه يعني اثرها جدا كبير. ممكن انت ما تتكلم ما تقول، لكن مجرد ما انت تشوف الشخص وتبتسم سبحان الله كل شيء يفوز. انت ما تعرف حتى زميلك شو يعاني من مشاكل او هموم، ممكن صحيح. ابتسامتك تخفف جدا عنه. ابتسموا والحياه حلوه. صحيح الحياة حلوة. وشكرا لك يا أسماء، وهذا حتى المخرج يعني يبتسم والمنسقة بعد تبتسم وحنا نبتسم إن شاء الله كنا في الاستوديو لتعم الطاقة الإيجابية. شكرا لك يا أسماء حبيبتي، ونهارك سعيد. بما أن مخرجنا مبتسم بنقول ناخذ تغذية الحين عادي؟ أوكي هاتو، لأنه مبتسم استانس على الرسالة الإيجابية مالت أسماء. بناخذ فقرة التغذية، وتغذية صراحة الفقرة جدا مهمة عن تغذية الأطفال الانتقائيين أو اللي ما تعرفون باسم بيكي إيترز، اللي يتنقى تنقاية في الأكل. عندنا الأستاذة مي بن ثاني بتقولنا عن كيف نغذي الأطفال الانتقائيين. صباح الورد يا مي. أهلين. صباح النور. طبعا الأطفال الانتقائيين أصعب أطفال، فكيف نتعامل مع هالأطفال؟ إن شاء الله اليوم بنتكلم عن الأطفال الانتقائيين. قبل ما نبدأ بنشرح لهم شوف من هو الطفل الانتقائي. أول شيء وصف الطفل الانتقائي، نقصد فيه إشارة إلى حالة مرضية، أي حالة يمر فيها نسبة كبيرة من الأطفال، وتكون هالمرحلة مزعجة بالنسبة للأمهات، بس هي مرحلة جدا طبيعية. نعم. الطفل الانتقائي هو الطفل اللي يرفض الطعام، أو إذا قلنا يعني بأكثر دقة إنه يرفض أنواع محددة من الطعام، وخاصة الأطعمة الجديدة ويفضل إنه يتناول أنواع محددة كل يوم. صحيح. طبعا هناك في عنا عدة أسباب ممكن تخلي الطفل انتقائي. من أهم هالأسباب اللي هي الوقت. ممكن الأم تختار الأوقات الغير مناسبة يعني للوجبة. احنا دائما نقول يفضل ان الأم تخلي جاب من ساعتين الى ثلاث ساعات بين اي وجبة او سناك. ممتاز. وفي أسباب ثانية، ممكن في فترات المرض شيء طبيعي ان الطفل تقل عند الشهية، وبالتالي يرفض أنواع الطعام. فبعد في هالفترة إحنا ما نغصب الولد أو يعني ندخل أنواع جديدة من الأكل في هالفترة، لأنه أصلاً فاقد الشهية في هالفترة. وممكن من الأسباب اللي تخلي الطفل انتقائي هو الخوف، يعني هو الخوف إنه يجرب الأشياء الجديدة اللي هو مو متعرف عليها. نعم. فممكن إحنا نعطيه الأم حلول بسيطة تساعدها على تخطي هالمرحلة. مثل ما قلنا قبل إن نختار الأوقات المناسبة، ونخلي من ساعتين إلى ثلاث ساعات من بين الوجبات. وثاني حل، ممكن الأم تقدم الأكل بطرق يعني تستخدم التزيين، الألوان في الأكل، الأشياء اللي تجذب الطفل للأكل. ممكن بعد إذا مثلاً الطفل يفضل يشرب مثلاً السوائل، عصائر أو حليب أو ماء بين الوجبات، يفضل نخليها في آخر الوجبة عشان الطفل ما يحس بالشبع. ممتاز. ممكن بعد إذا الطفل خلال الوجبات مثلاً الأم متعودة مثلاً تعطي مثلاً بسكوت أو عصير، تتجنب هالأشياء في هالفترة، لأن هاي ممكن تقلل من شهية الطفل. ممتاز. فهذه نصايح اللي تعطيها الأمهات للأطفال الانتقائيين. طبعا إذا في أم عندها طفل انتقائي صعب ننصحها أنها تروح لأخصائي التغذية عشان يعني توصل معاه لخطة عشان نحسن في أكله وما يفوت. يعني مثل ما ذكرنا قبل هي مرحلة طبيعية. صحيح. وحتى أغلب الأطفال يكون نموهم طبيعي في هالفترة، بس إذا الأم يعني وايد
يعني تبى تتأكد إن هم الطفل يأخذ احتياجاته من الأكل، ممكن يجبر أي أخصائي التغذية نعم عشان تتأكد من الكميات المناسبة للطفل. ممتاز ممتاز ممتاز. شكرا لك مي بن ثاني، هذه المداخلة بخصوص تغذية الأطفال الانتقائيين. شكرا لك حبيبتي، نهارك سعيد. إن شاء الله تكون أمهات اللي سمعونا استفادوا من كيفية التعامل مع الأطفال الانتقائيين، ومثل ما قالت هي مرحلة انتقالية، مرحلة مؤقتة. بالعادة الطفل يعني تلاقيه يأكل كل شيء، بعدين فترة بسيطة شيء يسوي انتقائي، بعدين يرد عادي. أهم شيء إن الأم تحافظ على برود أعصابها، ما في داعي للحرب عشان الأكل، ترى يستوي يعاني الطفل أكثر في الأكل. إحنا نطلع إن شاء الله الحين فاصل، بعد الفاصل نواصل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006. أريد أذكركم تواصلوا معنا، سمعونا أصواتكم. برنامج مذيع يسولف فيه مدة ساعة اللي هو روحه، ترى يستوي ممل، أنا عادي أسكر القناة يعني الحزة. نبغى تداخلكم معنا، متأكدة أنه معظم اللي يسمعون إذا مو كلهم هم عبارة عن متعاملين هيئة الصحة بدبي. تواصلوا معنا، أعطونا اقتراحاتكم ملاحظاتكم، ترى يسهم كله ناخذ اقتراحات والملاحظات ونحاول نطبقها، ندرسها ونحاول نطبقها لتحسين الخدمات، لأنها تكون من وجهة نظركم أنتو. ودائما أقول لكل قضية وجهتان نظر، مقدم الخدمة ومستلم الخدمة. احنا الحين راح ننتقل الى موضوع جميل اللي هو موضوع يختص بقسم الصحه المدرسيه بهيئه الصحه بدبي. طبعا يقدم هذا القسم العديد من الخدمات المتميزه لطلبه المدارس الخاصه بدبي، وخاصه المرضى المصابين بالربو والسكري. يعني مو بس يقدم خدمات للاطفال الصحيين او الطبيعيين، ولكن ايضا للي يعانون من امراض المزمنه مثل الربو والسكري. بنتكلم عن هذا الموضوع وشو هي الخطط اللي عندهم رعاية حالة الربو والسكري في المدارس. يسعدنا يكون معنا عن طريق الهاتف الدكتور وليد الفيصل، استشاري طب الصحة العامة بإدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي. يا صباح الورد دكتور وليد. يا صباح النور، أهلين دكتورة ندى. أهلا فيك وحياك الله، نورتنا في صحة وسعادة. تسلمي تسلمي، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. دكتور وليد، أول شيء نتكلم عن بالعموم، ما هو دور قسم الصحة المدرسية في تعزيز الصحة العامة لدى الطلبة؟ دور قسم الصحة المدرسية هو الإشراف على برنامج الصحة المدرسية الشامل وتنفيذ بعض العناصر اللي موجودة فيه. وهالعناصر ممكن تكون متعلقة بالتوعية والتثقيف الصحي، التلقيح ضد الأمراض السارية، الاكتشاف المبكر لبعض الأمراض ومعالجتها وتدبيرها بالوقت المناسب لحتى ما تتطور وتتحول لأمراض ممكن يكون صعب التغلب عليها والسيطرة عليها. ممتاز دكتور وليد. ما في شك أن المدارس مثل ما تحوي الأطفال السليمين إذا جاز التعبير، هناك أيضا أطفال مصابين بأمراض مزمنة مثل الربو والسكري، وهذا يحتاجون مثل ما يقولون لعناية خاصة. فمسؤولية الرعاية الصحية لهالحالات، حالة الربو والسكري، تقع على عاتق من بالضبط؟ يعني قد يتصور البعض أنه بس يكون عنده الطفل مرض لازم يكون بمدارس مختلفة. واليوم من الأشياء المفيدة جدا اللي هيئة المعرفة وهيئة الصحة بدبي عم يعملوا عليها هي محاولة إدماج الطلبة من اللي عندهم إن كانوا من أصحاب الهمم أو عندهم بعض الأمراض المزمنة الخاصة، إدماجهم بالعملية التعليمية مع بقية الطلبة حتى يقدروا يحصلوا على نفس القدر من التعليم ونفس القدر من الرعاية. وبالتالي في هالمجموعة من الطلبة يعني منحاول نوفر لهم خطة الرعاية الفردية. ممتاز. وخطة الرعاية الفردية الحقيقة هي يعني منحاول احنا نشوف لما منكتشف اي طالب
عنده مرض، أو بيجوا مثلا الأهالي بيقولوا لنا أنه عنده حالة معينة من الأمراض المزمنة مثل ما تفضلتي بالبداية وذكرتي عن الربو والداء السكري. نعم. فبيبنوا هالخطة هاي، وهي عبارة عن وثيقة مكتوبة عن احتياجات الطالب في المدرسة من الرعاية الصحية. ممتاز. كيف نخطط، كيف يتم التخطيط للرعاية، رعاية مثل هؤلاء الطلاب اللي يعانون من الأمراض المزمنة؟ يعني فور تشخيص الحالة يفترض أنه إحنا نسعى لتأمين المتطلبات. نعم. فأول المتطلبات هي الخطة اللي بيضعها الطبيب المعالج، وبيقوم على ذلك طبيب المدرسة والممرضة أو الممرض في المدرسة، فبيتواصلوا مع الأهالي ليحصلوا على يعني خطة المعالجة من الطبيب المعالج، وبيبنوا ما يسمى بخطة الرعاية الفردية اللي بتتضمن التشخيص، تشخيص الاحتياجات في المدرسة وهدف الرعاية والتصرف من أجل تقديم أحسن درجة من الرعاية، والأدوار والمسؤوليات تقع على عاتق مين، والنتيجة المرجوة بالنهاية من الرعاية المقدمة في المدرسة. ممتاز. دكتور وليد، دور الصحة المدرسية ضمن هذا المخطط وهذه الخطة للرعاية، شو دورهم بالضبط؟ الصحة المدرسية تقوم بتدريب الكادر الصحي في المدارس على تحضير خطة الرعاية الفردية. ممتاز. وتقوم على مراقبة مثلا تنفيذ الأمثل لخطة الرعاية الفردية. فمثلا في حالة الربو، احنا بنحاول نتأكد انه خطة الرعاية الفردية تتضمن اشياء تتعلق بالبيئة، انه مثل ما بتعرفي دكتورة ندى انه في بعض المثيرات لنوبة الربو ممكن تكون موجودة في البيئة المدرسية، وبالتالي لما بيصير التركيز في خطة الرعاية الفردية على ما هي مثيرات النوبة، نوبة الربو لدى كل طفل، وتوضيح المثيرات للمعلم في المدرسة، للكادر الإداري في المدرسة، فيتم تحديد مسؤوليات تجنبها وإزالتها من البيئة المدرسية، من أجل أنه الطالب لما بيكون مثلا عنده ربو أنه يداوم في المدرسة مثل ما بيداوموا بقية زملائه، وبالتالي يكون بعيد عن مثيرات النوبة. وكذلك الأمر بالنسبة للأدوية، يعني ممكن الأهالي يقولوا إحنا والله الطالب ممكن يحتاج أدوية اليوم فنخليه بالبيت. لا، احنا بنحط في خطة الرعاية الفردية مين مسؤول عن اعطاء الادوية، وما هي الادوية اللي لازم تعطى في المدرسة، وممكن الممرض وطبيب المدرسة يشرفوا على اعطاء الطالب الادوية اللي بتلزم له في اثناء دوامه في المدرسة، وبالتالي نقدر احنا في هالحالة هاي نتجنب ايام الغياب، وهي اهم ما يمكن بالنسبة لرعاية الحالات المزمنة. صحيح، صحيح كلامك دكتور. رسالة أخيرة دكتور وليد حاب تشاركها مع مستمعينا بخصوص خدمات الصحة المدرسية؟ فيما يتعلق بالسكري أيضا، يعني ممكن نقول إحنا نوضح النقطة، لأنه هاي أنا أعتقد أنه هي بحالة من الحالات المهمة في المدرسة. فممكن تتضمن خطة الرعاية الفردية مثلا يعني تواتر قياس سكر الدم في المدرسة، طريقة معالجة نقص سكر الدم، لأنه بعض الطلبة المصابين بالداء السكري ممكن يتعرضوا لحالات نقص سكر الدم. صحيح. معالجة زيادة سكر الدم، إعطاء الأنسولين في حال الضرورة. ممتاز. التصرف في أوقات الطعام مثلا، ويعني شو الاحتياجات الخاصة حسب توصية الطبيب المعالج، والتصرف قبل وأثناء وبعد النشاطات الحركية، لأنه الحقيقة في منتهى الأهمية أنه نحافظ، وهي الرسالة الهامة، أنه نحافظ على أنه يقوم الطالب المصاب أو الطالب المصابين بالأمراض المزمنة بنفس النشاطات، ويحصلوا على نفس القدر من التعليم والرعاية في المدرسة مثل بقية زملائهم. ممتاز. شكرا لك دكتور وليد الفيصل، استشاري طب الصحة العامة بإدارة حماية الصحة العامة، هذه المداخلة بخصوص التخطيط لرعاية حالة الربو والسكري في المدارس. شكرا لك دكتور، نهارك سعيد. شكرا، والله يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، حياك الله. مثل ما سمعنا دكتور وليد لما يتكلم عن رعاية طلبة المدارس اللي يعانون من الأمراض المزمنة، ممكن أنا أتكلم من ناحيتنا كطبيبة أسرة، لما يونا الأمهات أنا أزعل وايد لما أشوف بعض من الأمهات يونا العيادات
يطلبون إعفاءات لهؤلاء الأطفال أو الطلبة من الرياضة، من السباحة، من الرسم. ليش؟ عنده ربو، والله عنده سكري. الربو السكري مو بسجن للطفل، يمنع ممارسة حقوقه وحياته ويتمتع بالحياة وبالأنشطة المختلفة. أنت قررتي أنه ما يناسبه، ليش؟ والله يمكن مرة راح درس سباحة وتعب، بس ها مو معناته أنه كل درس سباحة بيتعب، مو معناته أنه أحرمه من التمتع بالأنشطة المختلفة في المدرسة، يحس أنه عنده إعاقة، تمنعه من أنه يتمتع مع زملائه بالتقدم المدرسة. فصار أنا للأمانة لما يجون الأمهات أنا وايد أزعل وأقول الأم أنا ما أشجع أن الطفل يتم حرمانه من ممارسة الرياضة والسباحة والرسم وغيرها في المدرسة فقط لأن يعاني من السكري. لا دكتورة، خاف ينزل يستوي عنده هبوط. أطفالنا جدا أذكياء. أنا أذكر خلال دراستي لطب الأسرة سوينا كورس أو فترة تدريب في مركز دبي للسكري. مركز دبي للسكري طبعا يستقبل الأطفال اللي يعانون من مرض السكر. ما شاء الله أطفال عمرهم 9 و10 سنوات عندهم ما شاء الله قدرة على حساب معدل وحدات الكربوهيدرات والسعرات الحرارية وحساب الإنسولين وحدات الإنسولين بطريقة رائعة. أنا صراحة ما كنت عارف أحسبها، لكن هم ما شاء الله عارفين ويحسب ويضبط البامب ماله وكم المفروض يأخذ الحين. ما شاء الله ما شاء الله. والدكتور يقول يتابع عنده من فترة من سنة أو أكثر وممتاز وما يدخل في حالات هبوط. فيعتمد طبعا أولا وأخيرا طبعا على الطفل نفسه، على صحته، على بنيته، على عدم على مدى قدرته على التحكم بالمرض. لكن متأكدة أن عيالنا جدا أذكية، لن حسسهم أن مرضهم هذا عبارة عن عائق، عبارة عن إعاقة. أخليه يتحول لطفل معاق فقط لأنه عنده مرض مزمن، هو قادر على الاستمتاع بالحياة. ما نبى باتشر يتخرج من المدرسة ما بنطرشه برا، ليش؟ والله عنده سكري، شو لو تعب برا؟ ما بيتعب برا. لن نكون إحنا نبني هذه القيود حوالين عيالنا، لا يدرس برا، لا يصير يبات في بيت فلان، لا يصير يسوي رحلة في الصحراء مثلا، أو لا يصير يسبح في البحر. لا نبني هذه القيود أول شيء وأبداً. أول شيء طبعاً نستودع الرحمن عيالنا أولاً، ثاني شيء نعطيهم النصايح، ثالث شيء نتوكل على الله ونخليهم يستمتعون بحياتهم. لا نخلق جيل عاجز فقط لمجرد أنه عنده مرض مزمن أياً كان هذا المرض. لا سمح الله حتى لو بعض الأطفال الله ابتلاهم بمرض السرطان، هذا ابتلاء. ما أبني حواجز وأخليه يتحول الطفل عاجز ما يعيش حياته، ليش؟ لمجرد أن عنده هذا المرض أو هذاك المرض. تحدثوا مع الطبيب المتابع للحالة، وأنا على يقين إن الأطباء ما رح يقول والله قاعدين في البيت منعين من كل الناس، لا تخلينا يصير ولا تخلينا يرد. أنا أذكر لما والدتي سوت عملية كبيرة في راسها، هي كانت خايفة تعيش حياتها إن هي تطلع وتسي وترد، تقول لا شو لو طحت، شو لو سوى شيء. طبيبها اللي سوى لها العملية اللي كانت مدتها 15 ساعة في كل موعد، هو حس إن هي خايفة، في كل موعد كان يحرص يقول لها عيشي حياتك، سافري، روحي سوقي، روحي الجمعية، قضي أمورك، لا تقعدين في البيت، عشان ما تحس إن هي حياتها تغيرت. نفس الشيء مع عيالنا، لا نحسسهم إن طالما إصابهم مرض معنى حياتهم وقفت. لا، إحنا ندعمهم، سيروا أنتوا مارسوا معاهم الرياضات، أنتوا طلعوا معاهم، أنتوا شاركوهم، خلي يحسون إن هذا مجرد، هذا أنتوا مو ماسكينهم عن عيش حياة، عن إنه يعيشون حياتهم وينطلقون، أنتوا راح تساعدونهم، أنتوا هناك لو لا سمح الله احتاجوا له شيء. فخلونا دائما نثق في قدرات عيالنا، نقويهم، يسوون empowerment، نعطيهم القوة إنهم يسيرون، إنهم يجربون، إنهم يحاولون، عشان يطلع جيل قوي واثق من نفسه، يطلع قائد. ما في قائد يطلع لما أنا أقوله هذا ممنوع وهذا ما يستوي، هذا ممكن تطيح، هذا ممكن تتعور، هذا ممكن تتأذى، يضعف شخصيته، يحسس أنه ضعيف غير قادر على أخذ الخطوة الثانية، الخطوة التالية. خليه يغلط وخليه يتعور طبعا في حدود المعقول طبعا، لكن لازم نعطيهم فسحة، سواء كان الطفل عنده مرض أو ما عنده مرض، لازم نعطيهم فسحة من المجال أنهم يجربون ويحاولون، عشان تتقوى شخصياتهم وحتى صحتهم تستوي أفضل. لما الطفل يجرب هذا ويركض وينط ويطيح تتقوى صحته، يستوي أفضل من الطفل دائما تحابسنا في البيت خافين لا لا يصير الحضانة لا يمرض، لا يصير مع ربعة يتزلج لا يصيب زكام. خلوهم يجربون. هذه نصيحة لكل الأمهات، نصيحة من أم وطبيبة. أنا دائما لما أعطي نصايح ليوني العيادة أقولهم أنا
أم قبل لا أكون طبيبة، بالتالي ما أعطي نصائح لأمهات أقول خلي يصير خلي يجرب، فأنا أعرف شو إحساس الأمهات، فهذه نصيحة عشان هم يكونون بصحة أفضل وإحنا بعد يكون صحة أفضل، ما ينا ضغط وسكري من كثر ما ناكل في عمرنا، لا يصير لا يمرض، إحنا بعد نكون صحة أفضل ونستمتع بالحياة بشكل أفضل. إحنا رح نطلع إن شاء الله الحين فاصل، بعد الفاصل رح يكون عندنا موضوع آخر، فتابعونا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. بس بغيت أذكركم أن قطاع الرعاية الصحية الأولية بدأ تطبيق نظام المواعيد في عيادات طب الأسرة. كثير تساؤلات وصلتنا من متعامليني في العيادة أو عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي، إن ليش نحتاج مواعيد في عيادات طب الأسرة؟ يا جماعة نبا أول شيء لما تطبق أي مبادرة دائما فكروا فيها بناحية إيجابية. أحيانا اللي يستوي إن لما تطبق أي مبادرة أول شيء نفكر هذه يبون يعطلونا، هذه ليش إحنا متعودين نسيب غير موعد، نفكر فيها من ناحية إيجابية. ليش يا ترى راح يطبق؟ ليش نحتاج إحنا مواعيد؟ ببساطة اللي يستوي إنه أي مركز صحي أي عيادة لطب الأسرة فيها ساعات ذروة، وهذا شيء طبيعي. تعرفون نفس الشوارع نفس أي مكان في ساعات ذروة، تلاقي في بعض بداية ساعات الصباح تلاقي العيادة جدا تكون هادية، تروح ممكن تدخل على طول ما تتريى وايد، وممكن توصل في وقت ساعة الذروة تتريى لين 3-4 ساعات، لأن يكون في عدد متعاملين ضخم موجود في نفس المكان. فوجود نظام المواعيد هذا الغرض منه يكون في توزيع متساوي للمتعاملين خلال اليوم، بالتالي نتفادى الانتظار لساعات طويلة في ساعة الذروة. هذه نقطة وايد مهمة نبان كل يكون عنده وعي عنها، وأنا متأكدة كل حد يسمعنا يتابع في عيادة من عيادات قطاع الرعاية الصحية الأولية، وأنا أتكلم طبعا عن هيئة الصحة بما أني موظفة في هيئة الصحة، بيلاحظ أنه فعلا مثلا لو رحت العيادة الساعة 8 الصبح الله الدنيا سهالات، اسجل ادخل على النيرس ادخل على الدكتور، يمكن على بعض النص ساعة ما يعني ما اكمل الا خلصت وروحت بيتنا. بينما لو رحت مثلا على الساعة 11:30 او الساعة 12:30 ظهرا ممكن اتريل الساعة 3 لما اشوف الدكتور، وزحمة والنيرس مشغولة والسجلات مشغولين والدكتور مشغول، فانتوا بروحكم تلاحظون هالشيء. فوجود المواعيد يسهل علينا وعليكم انتوا يكون في توزيع للمتعاملين خلال اليوم، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنا أدري بعض الناس يأخذون مواعيد، إحنا كيف نأخذ الموعد؟ ببساطة تتصل في مركز الاتصال 800-342 أوكي؟ أو عن طريق تطبيق الهيئة اللي هو booking.com. أدري بعض الناس يحجزون مواعيد ويحصل أحيانا بعض التأخير في المركز لخدمتكم. أنا أدري إن ما دام حجزت أنا موعد أنا أتوقع، وأنا نفسي كمتعامل لهيئات أخرى لما أحجز موعد أتوقع أن أدخل على الموعد نفسه. لكن أيضا نرد نذكركم يا جماعة إن وهذا دائما ترى أنا يعني اللي يزورونا في مركز نادى الحمار دائما أقول نفس الكلام، إحنا لا نتعامل مع أوراق، هذه مو عبارة عن معاملة ورقية أنا بخلصها، نحن نتعامل مع طريقة إنسانية مع الناس مع متعاملين. هذا تعبان، هذا مريض، هذا شيء في خاطري بيقول الدكتورة، هذه جاي مع ولدها تعبان تحتاج وقت زيادة عشان أنا أطمنها على ولدها، هذا عنده شيء خطير. كل هذه النماذج تجينا للعيادات وإحنا نشوفها، بما أن طب الأسرة هو البوابة الأولى للوصول لكافة الاختصاصات الأخرى، وإحنا يعني بدون مبالغة ممكن 70-75% من الحالات إحنا نتولها، حتى ممكن أكثر، وأنا آسفة إذا النسبة كانت خطأ لكن حتى أتوقع أنها أكثر، ممكن 80% إحنا نعالجها ونفلتر الباجي على التخصصات على الطوارئ وغيرها. فإذا المتعامل اللي قبلك إذا دخل موعده مثلا 11 دخل، حالته تستوجب أن الطبيب يقعد معاه أكثر بأخر موعدك أنت. أنا أدري هذا الشيء ضايق، لكن تأكدوا أنه ما في تعمد للتأخير، يعني ما في طبيب عمدا بيأخرك، لأنه لو أخرك أنت ترى كل المواعيد الثانية تتأخر، بالتالي حتى هذا الطبيب بيضطر أنه يتأخر حتى على موعد روحته للبيت. ثاني شيء نبا يكون في وعي أنه حتى لو تأخرت شوية أكيد الحال قبل تعبانة، أكيد أنه يبقى وقت أكثر، وأنت لما تدخل على الدكتور خذ وقتك كامل،
انا لما يوني يقول لي دكتوره ترى اللي قبل قدامي وحرمه وايد تعبانه وخذ الدكتور وايد معاها، اقول ترى انت يوم تدخل خذ وقتك كامل، لا تختصر من وقتك لان قبلك تاخر، خذ استشارتك كامله تحس ان انت ارتحت خلاص، انت مرتاح من راي الطبيب من الخطه العلاجيه اعطاك اياها، اشكر الطبيب وروح. وهاي ثقافة جدا مهمة أيضا يا جماعة، ثقافة الشكر. أنا أدري أن أحيانا إحنا كأطباء كطاقم طبي الناس تتوقع دائما هذا والله واجب أن يعالجني، هذه واجبها أنها تعاملني بهالطريقة الزينة، لكن الطبيب يدور أيضا كلمة الشكر. ليش ما نتعود كلنا أن إحنا نشكر الطبيب أو الممرض أو موظف سجلات أو رجل الأمن الموجود في المركز، أيا كان حصلت على خدمة منه أشكره في نهاية الخدمة. إذا رحت أي مكان، إحنا أي حد يسمعني متوجه لأي من أي مركز خدمة كان، سواء كان تابع لهيئة الصحة أو غير تابع لهيئة الصحة بالبيت، وحصلت خدمة جميلة، أشكر عن طريق قنوات الشكر، قدم الشكر، خلي يوصل هالموظف شكر من متعامل. ما تتخيلون هالكلام أنا قلته أكثر عن مرة، الشكر اللي يوصل من متعامل يخلق أمواج من السعادة في مكان العمل، لأن إحنا كلنا، وأنا أكل وأتكلم بالنيابة عن كل موظفين هيئة الصحة بدبي، إن إحنا كلنا نؤمن هذا واجبنا، إحنا واجبنا إحنا نخدمكم بأفضل مستوى، نخدمكم على الوقت، نخدمكم باحترام، نخدمكم بمساواة، هذا واجبنا، هذا أمر مفروغ منه، وهذا شيء موجود في ميثاق ساعة المتعاملين. لكن الشكر هو عبارة عن بادرة لطيفة منك أنت كمتعامل، يبين تقديرك لجهد الطبيب، لجهد الممرض، لجهد موظف السجلات. فنبا ثقافة الشكر هاي تنتشر أكثر وتعم أكثر عندنا، عشان صدقوني لما تشكرون لو متعامل شكر موظف على حسن الخدمة اليوم، هذا الموظف ممكن أداء يتحسن على لشهور قدام، كل ما أداء شوي ينخفض يتذكر الشكر اللي تقدم له. ونبا أيضا سعة صدر المتعاملين، نبا يكون في سعة صدر لما تروحون للمراكز الصحية أو للمستشفيات أو أي منشأة تقدم خدمات صحية عندنا في هيئة الصحة، نبا سعة صدركم، تفهمكم. أنا أفهم أن هناك أحيانا بعض التأخير يستوي، أحيانا ما تحصلون على الخدمة مثل ما أنتوا تتمنون، ونحن نحرص دائما أن نقدم لكم مثل ما قلت الخدمة على الوقت وخدمة كاملة ونستجيب لطلباتكم، لكن في حالة عدم قدرتنا على تنفيذ أي من هذا بس نتمنى سعة صدركم. ما نبى يكون في عصبية، ضرابة، ما نبى هالشحنات السلبية تكون موجودة، لأن الشحنات السلبية ترى تنشر السلبية في المكان، تتعطل أمورك أكثر. وغير شيء حتى هذا الموظف اللي أنت عطيته شحنات سلبية لأن أنت متضايق وأنت زعلان، راح يتم زعلان مع كل المتعاملين الباجين، ما يقدر يطلع من هذا من هذا من هذا الزعل أو هذه الضيج لأن أنت مثلا عصبت عليه. فنبى سعة الصدر، دائما نضع نفسنا مكان الموظف. لما يصير أنا أي هيئة أو أي مؤسسة أحصل على الخدمة ممكن يكون في تقصير طبيعي، هذا الشيء طبيعي موجود. قبل ما أنا أعصب دائما أحط نفسي مكان موظف، هل أنا أرضى أن حد مثلا يعصب علي أو مثلا ممكن يصارخ علي أو حد مثلا يقول لي كلام مثلا أنت ما مثلا مثلا أنت ما تفهمين شغلك مثلا، ما بكون سعيدة لو حد قال لي هالكلام. في تقصير نحن نتفهم ونتفهم أن أنت حبيت تشتكي على هذا التقصير أنت حصلته، لكن أريد أقول سعة الصدر مهمة جدا وين ما نسير، سواء في هيئة الصحة أو برا هيئة الصحة، وين ما نسير خلوكم وسيعين صدر مع الموظفين. مثل ما قلت لكم نتذكر أن نشكر. وأيضا أركز على شيء ثاني، أنتوا كمتعاملين هيئة الصحة بدبي أنا متأكدة أن عندكم اقتراحات جميلة، أنا يمرون علي متعاملين عندهم اقتراحات رائعة لتحسين الخدمات. اقتراح يكون شيء بسيط، يعني ممكن مثلا الدكتورة مثلا بدها الكرسي تحطونه مني كمثال، بدل الكرسي هني حطوه هناك، ممكن يسهل مثلا مرور المتعاملين مثلا. في اقتراحات رائعة من المتعاملين، لكن أحيانا يكون في كسل من بعض المتعاملين في تقديم هذه الاقتراحات. وأنا دائما أقول ترى إحنا كموظفين ننظر إلى الخدمة من وجهة نظرنا كموظف، أنت كمتعامل تنظر لها من الجانب الآخر اللي هو الجانب الأهم، لأن أنت تحصل على الخدمة في النهاية. ممكن لما تشوف الخدمة تشوف أن كل شيء أوكي ممتاز، ليش العميل مو راضي، لكن أنت تشوفها من وجهة نظر مختلفة. احرص على نقل وجهة نظرك المختلفة هذه، حتى لو حسيت تقول والله يمكن أكون غلطان أو ممكن ما تكون وجهة النظر الصحيحة، ما في مشكلة، شاركونا اقتراحاتكم، شاركونا ملاحظاتكم قبل ما تتحول لشكوى. نبا
اللحظة اللي انت رحت فيها اي مكان وتشفت شيء ملاحظ انه مثلا هالشيء مو عدل، هالشيء يبغى شوي تعديل، قدموها كملاحظة للمركز الصحي اللي تابعين له، للمنشأة الصحية اللي انتم تابعين لها، عن طريق نفس القنوات، قنوات الشكاوي والشكر والاقتراحات نفسها. نبغى يكون في ايضا هذه الثقافة، ثقافة الاقتراح. وايد من المبادرات الصغيرة والكبيرة اللي طبقت في حياة الصحة كانت عبارة عن اقتراحات من متعاملين. أرد وأقول لأن أنتم تشوفون من منظوركم أنتم، قبل ما توصل الشكوى، قبل ما نوصل نشتكي، ما نقدم ملاحظة في البداية واقتراح يساعد في تحسين المكان، بالتالي ما أضطر بعدين أشتكي. فنبا إحنا نكون شيء كلنا إيجابيين وكلنا سفراء للتغيير، التغيير الإيجابي. نبا هيئة الصحة في دبي تكون الأفضل في اقتراحات المتعاملين. في عندكم اقتراحات جميلة، أنا متأكدة ويمرون عليها متعاملين يعطوني اقتراحات شيء على السريع، أقول قدموها رسميا عن طريق القنوات عشان يوصلنا ونبني عليه خطة عمل. لا دكتورة ما فينا اتصل، وهذا الموضوع جدا بسيط، حتى اتصل مركز الاتصال 800-342 قول عندي اقتراح للمركز الفلاني، للمنشأة الفلانية، وقدموا اقتراحاتكم. ورد أذكركم أن كل مركز صحي تابع لهيئة الصحة بدبي عندهم ممثلين المجتمع، هم ناس مميزين من المتعاملين، تم اختيارهم بناء على معايير محددة، يتم الاجتماع معاهم كل مدة، ناخذ ملاحظاتهم، ناخذ آرائهم، نعطيهم كل جديد في العيادات، ناخذ ملاحظاتهم عن الخدمات، أي خدمة حابين نطورها. فإذا أنت تحس أن أنت قادر أنك تكون شخص إيجابي يسعى للتغيير، للتغيير الإيجابي، روحوا لإدارة المركز الصحي اللي أنتم تابعين له، قول أبا أكون أنا ممثلين المجتمع. مو مطلوب منكم أي شيء غير تحضر الاجتماع قدر المستطاع، ممكن 4 اجتماعات في السنة تكون، مو أكثر عن هذا، ولكن وجودكم صدقوني يضيف الكثير لأي مركز، يضيف، يساعدنا على سماع صوت المتعامل عن قرب. لما نقعد معكم وتقولنا والله دكتورة أنا أمي خواتي بإيراننا إني المركز كذا مرة، ولاحظنا هذه النقطة مثلا، على سبيل مثلا ما في باركينج كفاية مثلا، أو نبال العيادة الفلانية تكون موجودة في المساء لأن إحنا كنا نداوم وما عندنا وقت إني الصبح، فنضطر نطوف الموعد. هذه كلها ملاحظات نسمعها من صوبكم أنتم من الجهة الأخرى. فأي حد يحس عمره قادر ومشجع للتغيير الإيجابي، مو عشان يشتكي، لا، يحب التغيير الإيجابي، دائما قدموا الاقتراح على الشكوى. يوم نستوي نحن نقدم الاقتراح على الشكوى، صدقون شكاوي بتقل وايد، لأن أنا أريد قدمت الاقتراح للتحسين. فنبقى كلنا نكون إيجابيين. أي حد بيصير أي مركز خدمة اليوم بيحصل خدمة زينة يشكر، أي حد عنده اقتراح مفيد يقدمه، ما يتكاسل ويقول لا إحنا اقتراح أكيد عندهم وايد اقتراحات، ما عليه، تضيف الاقتراحات الموجودة. ممكن اقتراحك أنت كل اقتراح يوصلنا، تعرفون نفسنا تبنون البيت، كل اقتراح يوصلنا عبارة عن حجر أساس يضاف لهذا البيت. فلا تستهينوا بالاقتراح مهما كان صغير، قدموا لنا. احنا وصلنا إلى نهاية، المخرج يقولي بس دكتور بس سوالف خلاص، سكرنا البرنامج خلاص. فوصلنا نهاية برنامجكم، برنامج صحة وسعادة اليوم، إن شاء الله كنا خفاف عليكم خلال هذه الساعة الإذاعية. شكرا لك يا أيمن سرحي، شكرا لك يا نجاة، وهذه محدثتكم دكتور ندى الملا. بالحياة إن شاء الله بكون معاكم غدا من الساعة 10:06 تقريبا إلى الساعة 11:05. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في الغد، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.